في هذه اللحظات الحرجة، وأخشى ما أخشى أن نؤتى من قبل أنفسنا. فلنتحد جميعا ولنعقد النية على مرضات الله عز وجل في عملنا هذا. وعلامات الإخلاص: ألا يهمك أبدا من الذي سينصر دين الله عز وجل، المهم أن ينصر الدين بك أو بغيرك، وليس من المهم أن تكون قائدا أو فارسا مغوارا، لا، إنما تنصرون بضعفائكم كما قال صلى الله عليه وسلم. النقطة الثالثة والأخيرة وقد أطلت عليكم: اعلموا أحبك الله الذي أحبتني فيه، بارك الله فيك، اعلموا أننا في مرحلة لا يقبل فيها التقاعس أبدا. وكما سمعنا من أخينا الأستاذ فهمي مندوب حزب الحرية والعدالة، نحن على استعداد لأن نقدم من أنفسنا شهداء لله عز وجل، وهذه أعلى مرتبة نتطلع ونصبو إليها. فالحذر، كل الحذر من أن نتراجع إلى الوراء. القافلة سارت إلى الأمام فلن يوقفها أحد بإذن الله، ولن نرجع إلى الوراء مرة أخرى. فلابد أن نراقب هذا المشهد بكل وعي وانتباه، وإن تطلب الأمر أن نخرج في الشوارع والميادين فعلينا أن نفعل هذا دون تباطؤ، ولا ينصرن الله من ينصره. ثم اعلم أن صوتك شهادة، صوتك شهادة ستسأل عنها يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وقال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتحصل من ذلك كما قال ابن القيم في رسالته التبوكية أنه يجب علينا أن نقوم لله وأن نقوم بالقسط وأن نشهد لله وأن نشهد بالقسط. قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. والله عز وجل سينصر دينه بك أو بغيرك، لكن إن اختارك أنت لنصرة الدين فهي نعمة أنعم بها عليك. يحضرني في هذا المقام مع غزوة القراء، حين جاء نفر من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهروا بالإسلام، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم أمور دينهم، والحديث في البخاري. فأرسل معهم مجموعة من القراء، منهم حرام بن ملحان رضي الله تعالى عنه، ومنهم خبيب بن عدي. فلما انفرد المشركون بالقراء غدروا بهم، وصلب خبيب بن عدي، وقيل له: هو مصلوب على الخشب، أما تحب أنك في بيتك وأن محمدا في مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في مقامي هذا وأن محمدا في بيته الشوكة يشاكها. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق في الله مصرعي، على أي شق في الله مصرعي. ولما غدروا بحرام ابن ملحان رضي الله عنه كلمه طائفة من المشركين، ثم تسلل واحد منهم من خلفه دون أن يراه حرام، فطعنه في ظهره حتى أنفذ، يعني ضربه بالرمح حتى خرج من بطنه الرمح. فجعل حرام يأخذ الدم في يديه وينضح على وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فينبغي أن تدعو الله عز وجل أن يجعلك جنديا من جنده تبارك وتعالى، أن ينصرك بالحق وأن ينصر الحق بك، أن ينصرك بالحق
وأن ينصر الحق بك. مرة ثانية من باب الشكر لله عز وجل ومعرفة أغلال الناس، أحيي الأستاذ فهمي عبده، وأحيي جماعة الإخوان، وأحيي حزب الحرية والعدالة، وأرجو من الله عز وجل أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح ذات البين، وأن يجعلنا يدا واحدة على عدونا وعدوه تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكر الله لكم خطواتكم، أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.